بغيت تدعكم باننا بغيت الكيان يبقى بانه كيان سياسي، يبقى بانه كيان سياسي، بقى له سلطان ونقاط بشكل واضح، لان التحالف اللي تم من جهه الكيان الهجين بعض اجهزه الدوله، انسي ورفقات الحسينة من نصرة من عاين من شاهد، وما لا يغير ولا شيء من نفا نقاط الفاعلين السياسيين وهم طرف هوي الحسينة سوارق الاقليم طبعا اكون شيء سواء الشقارة القوفير الاكسير تتصوت وفير دي التروا ايش نقارة قا رمق الدنيوسين انها مخار صوتو طبعا السلم بفاسينا ايشن يوسف انك قدران زيتشا يصوت اكثر من مره يجي يوسف الناس المسؤول القايل عليه المسؤول ديال وزاره الداخليه الناس ماشي مشكل هذا يجي يوسف يوفى بانه قال اسقاش تصوتر احتزي الجاريه مسكين الاموات تصوتر الاموات تغرب تصوتر يجي العباد إيش نلعبها؟ لا معنى لا مفتاري القرصني وأنا ذا بلدي نسوس السوام وزارة الداخلية بالمسؤولين ما ينزوما السوام هذا الوطن لأن الأحزاب وديشي نسألة على الإخوان المسألة وديشي قضية مقعد برلماني وفقط ذا يجي كمل المسلسل وأنا ما ينزوما هذا الوطن نعتقد بأنه قد قطع أشواط لمسار الانتقال الديمقراطي الى القرص قالوا واش المستوى ولكن ما لا يغى الاخوان يشكوا ذانهم في ان تلك الروح اللي جات في وزاره الداخليه كل مره ظهرت تلك الروح الى قارئ قلب سريع غيموت الروح غادي تقول من اجل التحكم من اجل افساد المشهد السياسي فبالتالي الرساله النظر كاحزاب سياسيه القرص المرادي لجميع الجهات مرادين حتى يقاركم قضاري سيطة خص غيشتحكم يشتحكم من الواد